صباح الخير يا روح قلبي. صباح النور. ايه ده يا نبيل، احنا لسه بدري قوي. لعلمك بقى انا بحب افضل نايمه لغايه بعد الظهر، بس عشان خاطرك انت بس يا حبيبي هتلاقيني واصحى من النجم. رويد، تغييرك لعاداتك ده اعتبره تنازل منك؟ لا يا حبيبي ابدا، كل الحكايه اني لازم ابقى الجزء المكمل ليك زي ما اتفقنا علشان نقدر نستمر. الله، علشان الكلام الحلو قوي ده تحب تقضي شهر العسل في اوروبا؟ لا، شهر عسلنا هنقضيه هنا. نبيل، اوعى تكون بعد ليلة امبارح بتعتبرني طفلة مدللة ومدلعة وبس. يا رويدة، انا اعرفك من زمان، مش غريب عنك. خلاص يبقى تسيبنا بقى من زمان وتخلينا في دلوقتي. خلاص، طلباتك اوامر يا ست الكل. يا حبيبي انا كل طلباتي حبك بس. يا رويد، انا بحبك وهفضل احبك طول عمري. وانا بقى يبقى جه دوري علشان اثبت لك قد ايه انا بحبك. يظهر ان الحياة من هنا ورايح هتفتح لي ايديها. معقوله معقوله يا احمد باللي بتقوله ده وبالسعر اللي حضرتك حددتيه؟ سامع يا سامي او شاهد كمان؟ ها، نقول مبروك. انت اتنزلتي له ولا ايه؟ لا انا ما اتنزلتش. حضرتك كان فيها حصتك مهمه. بس انت اللي اشتريت يا احمد بيه. ده مهرها، مهرها اللي اتفقت معاها عليه 3 مليون جنيه، ودي اقل حاجه ممكن اقدمها لها. وانتوا هتشهدوا على عقد الجواز بتاعنا هنا في باريس ان شاء الله. مبروك يا مدام هند. حقيقي انا مش مصدقه اللي بيحصل ده، مش عارفه اقول مبروك لمين ولا لمين. مبروك لينا. الف مبروك يا هند. الف مبروك يا استاذ احمد. شكرا. حقيقي يا جماعه انا فرحانه جدا جدا. طبعا فرحانه بالملايين. ها؟ ابدا بالعكس. معقوله معقوله الاثنين يبقوا جايين لنفس الهدف وكل واحد فيهم مش عارف، وتاني يوم يرجعوا ايديهم في ايدين بعض؟ وعمري ما هسيب الايدين دي. انا سعيد اوي اوي. لو هو ده الجنان فانا عايز اعيش مجنون طول عمري. احنا الاثنين مجانين. كل ده كان فين بس؟ الدرجة دي مبسوط يا أحمد؟ لدرجة إن أنا ندمان على كل لحظة عشتها من غيرك. كان لازم نعيش اللي فات عشان نقدر قد إيه اللحظة اللي إحنا عايشينها دلوقتي. مش عايزة لحظة بس، أنا عايزة على العمر كله. أنا قلت لك من الأول الموضوع كله جنان في جنان. ليه؟ علشان بعيدة عن منطق العقل والتفكير زي ما بيقولوا. القلب هو اللي قال كلمته يا أحمد. معاكي عايز اعيش مجنون طول عمري. مش هقول لا، بالعكس يا ريت يفضل الاحساس ده جوانا نعيش بيه. قولي لي انا عاوزني اقول لك ايه؟ ليه انا حاسس ان انا انسان جديد، انسان تاني خالص غير اللي اعرفه؟ ليه انا حابب كل حاجه حتى الحياه اللي ليها معنى بالنسبه لي دلوقتي؟ رويدة، انت شايفة اللي احنا بنعمله ده شيء مقبول؟ خصوصا واحنا لسه بنبتدي شهر العسل. مدام ده شيء يسعدني ويفرحني اعتبره جزء من شهر العسل. وبعدين بطل بقى تشغل دماغك بحاجات كده ملهاش اي لازمة. خلاص اللي تشوفيه يا حبيبتي. ادخل. مبروك مبروك يا باشمهندس. مبروك يا رويدة، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. اتمنى ان يكون والدي الله يرحمه راضي عننا في اللحظة دي. أكيد يا نبيل، أكيد راضي علينا. طول عمرهم كان نفسهم يشوفونا في اللحظة دي وإحنا مع بعض، إذا كان باباك ولا بابايا الله يرحمه. ده مكتب عمي كامل مش كده؟ أيوة، هو ده مكتب والدي الله يرحمه، ومستحيل أغير فيه أي شيء. على فكرة ده الباشمهندس خلف السخاوي ابن عمي، وده الأستاذ كمال المحامي الكبير رئيس الشؤون القانونية في الشركة. تشرفنا. الشرف لينا يا فندم. الحقيقه مفاجاه كانت جميله جدا، بس لو كنت قلت لنا كنا عملنا حفله تليق بالمقام. يا جماعه انا مش ضيفه، ده انا صاحبه مكان. طبعا يا فندم، هقول لك ايه؟ مكانك ومطرحك. حبيت اكسر قواعد شهر العسل وابقى ست عمليه وانزل الشغل واتعرف عليكم، خصوصا علشان نعرف نناقش مشاكلنا كلها بمنتهى الصراحه.
مشاكلنا؟ تقصدي ايه يا رويد؟ جوازي منك يا نبيل مش هيعدي على احمد بمنتهى السهوله كده. طبعا وده شيء متوقع يا باشمهندس. انتوا شايفين ان احمد خليل درويش ممكن يسد في مقاوله وزاره الاشغال اللي رست عليه دي؟ هو ممكن يرسيها على مقاولين من الباطن وياخد كل الضمانات عليهم، بس ده ما يشغلناش على اللي ممكن يدبره ضدنا تاني. صراحه يا باشمهندس خلف انا مش قادر افهم ايه اللي انت عملته ده. اطرق على الحديد وهو سخن. ايه الحكمه انه يتجوزها ويطلع مدام هند؟ مش يمكن عشان يوقف الزحف التتاري بتاع احمد خليل درويش؟ انا مش فاهم بيهاجمنا ليه. كمان التوقيت يا باشمهندس خلف، التوقيت مش مناسب خالص. زي ما تكون خطه مبيته ومدبره. ايوه يا استاذ كمال، خطه مبيته ومدبره. انت لحد دلوقتي مش قادر تفهم كمال يا هاني من السخاوه ومرات عمي، ازاي تطلق ابنها وتجوزه في شهر واحد؟ ما عندكيش مانع؟ ما عندكيش مانع ليه يا رويد؟ عن التنازل عن حصتي في شركه احمد، الموضوع اللي باشمهندس خلف كان بيتكلم فيه. ايه ده يعني انت موافقه؟ بشرط واحد يا نبيل، ان ما يكونش هو ده السبب الرئيسي في جوازك مني. طبعا يا رويد، مش هو ده السبب الرئيسي. طب احب بقى اعرف منك وبمنتهى الصراحه، ايه السبب الحقيقي اللي خلاك تتجوزني يا نبيل؟ رويدة صدقيني انا بحبك من زمان وانت عارفه ده كويس، قبل ظهور اي مشاكل في حياتنا وقبل ظهور احمد خليل في حياتك. وهو ده بس اللي انا عايز اسمعه منك؟ صدقيني يا رويدة، خلف السخاوي اتحمس لما شافك وعرض عليكي فكرته لانه خايف على مصلحه الشركه. احمد خليل بعملته اللي عملها دي كانت ضد مصالح ناس كتير قوي في عيله السخاوي، رغم انه كان يقصد يدمرني انا لوحدي. تصدقيني خلف السخاوي خايف على مصلحته ومصلحه امواله وهو المساهمين في الشركه. انا فاهمه ده كويس قوي يا نبيل ومقدراه كمان، عشان كده انا ما عنديش اي مانع عن التنازل عن حصتي في شركه احمد، خصوصا ان انا بقيت حرم الباشمهندس نبيل السخاوي. متشكر قوي يا حبيبتي. متشكر على ايه؟ دي اقل حاجه اقدر اثبت لك بيها انا بحبك قد ايه. جميلك ده مش هتنساهولك عيله السخاوي ابدا، هتفضل شايلهولك فوق راسها طول العمر. انت عارف كويس قوي ايه اللي ممكن يعوضني عن التنازل عن حصتي في شركه احمد. اوكي يا حبيبتي، اي مبلغ تطلبيه انا مستعد تحت امرك. نبيل انا مش بتكلم عن الفلوس ومش عايزه منك فلوس. رويده قولي لي بتتكلمي عن ايه؟ عن الحب يا نبيل. انا اتربيت في وجود ابويا الله يرحمه وفي حضن امي على الحب. حبيت احمد خليل من كتر ما شفت قد ايه بابا بيحبه، بس لما اتجوزته ما لقيتش عنده غير الفلوس، الفلوس وبس، هو يمتلك وانا امتلك. تعرف يا نبيل لما الحب بيضيع او بيتوه بين اتنين، اي شيء بيمتلكوه مهما كانت قيمته ما بيبقالوش اي معنى. بركيه لستك يا استاذه منوري. منين؟ دي جايه من فرنسا. طب اتفضلي انت. شكرا. تمت الصفقه، الله ما يجيبها الا رجالها. واديني خلصت الامضاء يا استاذ كمال. جه دورك يا مدام رويد. يا خبر، انا كل دي اوراق لازم امضيها؟ معايا يا استاذ كمال لو سمحت. تحت امرك يا فندم. راجع بس معايا وقول لي امضي فين بالظبط. الامر بسيط جدا يا فندم. المستندات ديت بتجيز تبادل 10,000 سهم من شركه السخاوي نظير حصتك اللي هي 40% من شركه الصفا للبناء والفنادق، بالاضافه لبعض الاجراءات الثانيه. كويس قوي، قول لي امضي فين بقى بالظبط. حضرتك تمضي هنا يا فندم. ايوه وهنا. ايوه وهنا برضه. ماشي وكمان هنا. كويس كده؟ تمام، ألف مبروك. كده بقى حضرتك بقيتي عضو مجلس إدارة في شركة السخاوي. مفاجأة إيه هند اللي بتتكلمي عنها؟ أما تيجي
طب فهميني بس الاول، اجلتي رجوعك ليه؟ ناوليني ناوليني سامع. ايوه يا هند، وحشتينا جدا يا بنتي والله. ايه اقول مبروك؟ مبروك والف مبروك. خلاص انزل ابيع العزبه؟ لا امال مبروك على ايه؟ طيب طيب هترجعي امتى ان شاء الله؟ لا انت كده بتقلقينا، ما تحيرناش يا بنتي. طب بصي بقى هكلمك تاني بعد ما تكلمي مدحت. خد يا ابني، خد يا حبيبي. الو، انا ماما لمدحت. لا بابا ما اتصلش بيا، مش فاهم. جده بيقولك مبروك، مبروك على ايه؟ ان شاء الله لما اجي هبقولك عليها. مع السلامة حبيبي. العقل ابتدى. تقصد ايه؟ هند، انا بفكر ما نرجعش مصر، ايه رايك؟ عايزنا نقعد هنا مع الجنان اللي عملناه، مع الجنان اللي حبيناه. لو تقدر ما ترجعش انا معك. هنا الحلم يا هند، وهناك الواقع يا احمد. ايوه الحقيقه بكل ألمها مشاكلها، يعني أنا بعيد، بعيد عن كل الحاجات دي، بعيد عن أي ارتباط. احنا اتولدنا من جديد هنا هند. أحمد اللي احنا فيه ده حقيقة، ما هوش لحلم ولا جنون. ليه هند؟ ليه كان كل واحد فينا في حتة تانية وسكتنا بعيد عن بعض؟ علشان كان من ربع المستحيلات ان انا وانت نتقابل ونعيش احلى قصه حب سمعنا عنها او شفناها. ودلوقتي رجعنا للحل. صدقيني يا هند، العقل مش ضد ارتباطنا، قلة العقل اللي كنا عايشينها قبل كده. العقل التزام ومسؤوليه يا احمد ناحيه كل الناس اللي بيحبونا. قصدك مدحت وبنتك أمنية. وعنها واتجوزت الشاطر حسن وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. ماما اتجوزت مش كده؟ ايوه يا حبيبتي ماما اتجوزت انكل نبيل. انكل نبيل. انت مش هتنامي بقى؟ وهتخلف صبيان وبنات. ربنا وحده هو اللي يعلم يا بنتي. وبابا يا تيتا؟ ماله بابا؟ هيتجوز ويخلف صبيان وبنات. انت بقى مش هتنامي؟ انت عارفه الساعه بقت كام؟ مصطفى رافض محامي. يا اهلا وسهلا. انا ممثل شركه السخاوي هنا في اسكندريه. اهلا وسهلا. تحب تشرب حاجه؟ ملوش لزوم. لا انا عايز بس سعادتك تستلم الورق ده وتمضي لي بالاستلام حضرتك. بخصوص ايه الورق ده؟ ده تبادل حصص ملكيه ما بين شركه السخاوي وشركه الصفا. تبادل حصص؟ مدام رويده زكي اتنزلت عن حصتها في شركتكم اللي هي شركة الصفا لشركة السخاوي مقابل 10,000 سهم لشركة السخاوي. يعني نبيل بيه بقى شريك هنا بحصة مدام رويدة اللي هي بتمثل 40% من الشركة؟ مظبوط سعادتك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مين ده؟ مكتب مدام هند. طب وضبي لي المكتب كويس قوي لان انا اللي هقعد فيه بعد كده. تحت امرك يا فندم. شكرا. اي خدمه تاني يا هانم؟ ادخل.
صباح الخير رويده. اهلا يا فندم. ازيك يا استاذ كمال؟ الحمد لله. طيب بعد اذن حضرتك يا فندم. اتفضل. ايه يا رويده خير؟ اظن بقى انا بقيت شريكه هنا معاك وكمان عضو في مجلس الاداره. مظبوط؟ مظبوط. بس ايه اللي حصل؟ انا عديت على مكتب هند وانا داخله لك دلوقتي. هند؟ اكيد لما تعرف ان انا هشتغل معاك هتقرر انها تسيب الشركه. ايه ده؟ هو انت نويتي تشتغلي خلاص؟ اه. في مانع؟ لا ابدا بالعكس. بس بس ايه يا نبيل؟ مالك كده مش مبسوط وزي ما تكون اتخضيت؟ لا ابدا مبسوط يا حبيبتي، بس اديني فرصه افكر واستشير واشوفك ممكن تعملي ايه. وجودي جنبك هيخليها تسيب الشركه فورا. انت شايفه كده؟ انا متاكده ان ده اللي هيحصل بمجرد ما تشوفني. اه وعايزه تمسكي العلاقات. نبيل هي حصتها كام في الشركه؟ 12%. وانا حصتي 8%. ايوه وهي دي الحصه اللي اديتك الحق في عضويه مجلس الاداره. خلاص اشتري منها حصتها. لا هند رافضه اي اقتراح من النوع ده. ايه الكلام ده؟ وكلها تصميم انها تستمر في مكانها. معنى كده بقى ان احنا هنعيش هنا في الشغل في خلافات ومشاكل طول النهار. لا ابدا يا حبيبتي، انا علشان الموضوع ده بقولك اديني فرصة افكر واستشير. نبيل ما تنساش ان انا ما تعودتش اني ابقى قاعدة في البيت ست بيت كده وخلاص. عارف انا متفاهم كل الظروف. كمان ما تنساش ان ماما وامنية بعيدة عني، عشان كده فكرت اني انزل الشغل. يمكن ده يلهيني شوية عن بعدك عني طول النهار انت كمان. طيب ايه رأيك اجي معاك اسكندرية نقعد يومين وبالمرة بص على مصالح اللي في شركة السفر. نبيل انت هتروح له بنفسك؟ ايوة بنفسي. ما تنسيش ان شريك في الشركة وليه حوالي نص المقاولة خدها مني غصب عني. لا يا نبيل خليني انا اروح اليومين دول لوحدي، وانت ممكن تبعت اي مندوب من عندك يباشر مصالحنا هناك، لكن انت لا يا نبيل. الشهاده لله الجدع ما قالش حاجه، كل اللي قالهولي انه يهم سعاده بنته ومصلحتها وبس، ودايما بتسالني عنك وعنه. انا عارفه يا ماما ان حمل امنيه تقل عليكي قوي. ازاي تقولي كده؟ ده انا روحي فيها. خلاص بقى الفيلا دي كلها صفصفت عليا انا وهي وبس. تيتا كل يوم تحكي لي حدوته قبل ما انام. يا حبيبه قلبي بس اوعي ماما تكوني بتحكي لها نفس الحواديت اللي كنتي بتحكي لي وانا صغيره. وانا هجيب لها حواديت جديده منين يعني؟ الا اذا بقى حكيت لها حكايتك مع الشاطر نبيل. الشاطر نبيل يا تيتا؟ ايه يا ماما الكلام ده؟ شاطر نبيل ايه وكلام ايه؟ معلوم يا بنتي شاطر بعد كل اللي حكيتيهولي عنه. أمنية يا حبيبتي، إيه رأيك تاخدي العروسة الجميلة بتاعتك دي وتطلعي تلعبي بيها فوق في الأوضة؟ ليه يا ماما؟ معلش يا حبيبتي، عشان أنا وماما عايزين نقول كلام سر. حاضر، بس لازم تعرفي يا ماما إن تيتا ما بتخبيش عليا حاجة. يا حبيبتي. إيه يا ماما ده؟ معقولة الكلام ده قدام البنت؟ وإيه عدم معقوليتها؟ يكون في معلومك أمنية بقت كل حياتي. يا ماما يا حبيبتي عايزاكي تعرفي ان انا دلوقتي عايشة مع نبيل مبسوطة وسعيدة جدا. نفكها بقى شوية علشان خاطري. وانا يهمني ايه يا بنتي غير سعادتك وانبساطك؟ يا ماما يا حبيبتي لازم تفهمي ان انا لما اتنزلت عن حصتي في شركة الصفا ده كان امر طبيعي، لاني سبت احمد خليل درويش وبقيت على ذمة راجل تاني، يعني من باب اولى فلوسي تبقى في شركة جوزي. المهم انك حققتي الكاميليا كل اللي هي كانت عايزاه وبتحلم بيه. اللي هو ايه بقى يا ماما؟ شركة السخاوي بقت سيف مسلط على رقبة احمد خليل، وبدل ما هو اللي كان بيهددها هما اللي بقوا على قلبه. ماما انت بتجيبي الكلام ده منين؟ وانت يا رويدة يا بنت زكي ميهوب، هان عليكي هان عليكي تسيبي شركة ابوكي وتخرجي منها. يا ماما انا دلوقتي بقى ليا شركتي. شركة الصفا غير شركة السخاوي يا رويدة. الله يكون في عونك يا أحمد يا ابني لما تعرف. اطمني يا ماما. أحمد خلاص. زمانه عرف.
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. انا لسه شرفت يا احمد بيه. اسكندريه نورت يا احمد بيه. ميرسي جدا جدا. اتفضلي اتفضلي يا هند. اتفضلي يا هند. اتفضلي. مدام هند مراتي. الف 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 مبروك يا هند. متشكره قوي. تشرفنا يا هانم والف مبروك علينا. مراد بيه وانجي هانم دول يبقوا حمايا وحماتي. يا اهلا وسهلا وسهلا. والكابتن مدحت السخاوي طبعا. الكابتن مدحت بيه. انا عايز اتنين سويت على البحر، واحد لانجي هانم مراد بيه، واحد لمدام هند وكابتن مدحت، وعايز الناس تجيب لي الحاجات من العربيه. تحت امرك يا حبيبي. ميرسي. اتفضلوا يا جماعه. طيب متشكر قوي. في ايه يا نبيل؟ لا ابدا يا ماما مفيش. التليفون ده كان مع مين وغيرك بالشكل ده؟ كنت عايز اسمع صوت مدحت يا ماما. مدحت؟ وطبعا قالوا لك انه نايم علشان ما تكلموش، مش ده اللي حصل؟ لا انا اتصلت مرتين على مدى ساعه، قالوا لي انه خرج مع جده وجدته علشان يستقبلوا هند في المطار. طيب يا حبيبي، يبقى اكيد اول ما يرجعوا هيبلغوهم ان انت اتصلت. يا ماما طياره باريس وصلت بقالها 3 ساعات. يعني ايه؟ اكيد بينكروا مني علشان ما اتكلموش في التليفون. يعملوا ما بدلهم. ابنك مصيره يرجع بيت ابوه. يا ماما الولد وحشني قوي. مش اكتر مني. انت ما تعرفش حالتي شكلها ايه. انا ما بنامش، مش عارفه اتكلم على نفسي من الوحده اللي انا قاعده فيها. مش عارف اعمل ايه معاهم. مدحت هو اللي هيجبرهم انهم يجيبوه لغايه عندك يشوفك ويشوفني. انا عايزك تطمن، مراتك هتقعد قد ايه في اسكندريه؟ انا قلت لها اسافر معاكي، قالت لي لا مش عايزه تعطلني عن شغلي، وانا عارف ان بنتها وحشتها وعايزه تطمن عليها. انا كمان بكره هخلي ابنك يشوفك وتطمن عليه. متشكرين قوي يا هند على الهدوم اللي بعتها لنا احمد. اوعى اسمعك بتقول كده تاني يا بابا، ده اقل واجب يا حبيبي. تخدتينا كده على مشمنا يا بنتي. هعمل ايه بقى؟ هو ده اللي حصل. امال انت فين الفستان بتاعك يا هند؟ لا انا فستاني حاجه تانيه خالص، جايباه معايا مخصوص من باريس. بقولك ايه، انت بعد كده لازم تحكي لي على كل المفاجآت دي من تعطى السلام عليكم. من العين دي قبل العين دي يا ست الكل. احنا هنقعد مع بعض وجايين النهارده هنا مخصوص عشان احكي لكم على كل حاجه. ماما انا عايزه انام. من هنا يا حبيبي، هدخل انيم واقعد معاكم. امال فين احمد يا بنتي؟ يلا يا حبيبتي ننزل تحت. خلصنا كل الكلام اللي كنا عايزين. مين حضرتك؟ عايزه مدام رويده هانم من فضلك. انا رويده، حضرتك عايزه ايه؟ جايه من طرف احمد بخليل. اه وايه الحاجات دي كلها؟ عشان العروسه الصغيره تختار منها اللي هي عايزاه. كل ده؟ طب ايه المناسبه يعني؟ الليله الجايه حفله جواز احمد بخليل. بابا احمد هيتجوز؟ اختاري يا حبيبتي، هو قال انه هيتصل بحضرتك. طب من فضلك تعرفي هو هيتجوز مين؟ لا والله الحقيقه ما اعرفش. اتصلي بيه عشان تعرفي هيتجوز مين. اتصل بيه ليه؟ عايز تقول يا دموري؟ عايز اقول انها ضربت معلم يا احمد بيه. انت شايف كده يا دموري؟ اه طبعا، وهو حاول ان هو يضربك لكن سعادتك بقى لفيت من وراه واديتها له مظبوط. طيب انا مش فاهم يا دموري، مين ضرب مين وايه هي الضربه؟ اكونش عكيت في الكلام ولا حاجه احمد بيه، انا مانيش عايز مزاجك النهارده يتحكر. دموري لو سمحت اتكلم بسرعه، انا مش هقعد اتحايل عليك طول الليل. يعني موضوع رويده؟ مالها رويده؟ استبدلت نصيبها في الشركة مع سعادتك بنصيب مع نبيل في شركته. يعني نبيل دلوقتي بقى شريك في الشركة؟ بس سعادتك بقى
مهمكش، رحت ضرب الضربه القاضيه اللي هي. بس انا ما رديتش الضربه لحد يا دمنا نوري. امال جوازك من الست هند ده يبقى ايه؟ حب يا دمنا نوري، حب حقيقي. نعم. ايه يا دمنا نوري؟ حب فيها حاجه دي؟ لا ما تاخذنيش احمد بيه، انا مش فاهم. انا قابلت هند في باريس، كانت مسافره لنفس الغرض اللي انا كنت مسافره علشان تشتري حصه سوزان. مظبوط. من اول لقاء حسينا ان احنا نحب بعض وان احنا قريبين قوي لبعض، بغض النظر عن العامل المشترك اللي بينا اللي اسمه نبيل السخاوي. نعم. انا كده بقى تقريبا فهمت. لا لسه يا استاذ منور، الناس ممكن تشوف ان انا وهند اتحدنا عشان نواجه نبيل السخاوي. امال انتوا عملتوا ايه؟ ببساطه شديده جدا اتقربنا لبعض قوي وحبينا بعض قوي. طيب وحصه سوزان السخاوي؟ مش انا بعت لك وقلت لك اشتريناها؟ انتوا الاثنين؟ لا يا منوري، انا اشتريتها ودفعت اللي طلبته سوزان، بس باسم هند. نعم باسم هند. هو ده المهر اللي قدمته لها. لا ما يضرش، ما يضرش احمد بيه ما دام بتحبها. دمنهوري، رويده حصتها كام في شركه السخاوي؟ 8% يا سعاده البيه. هند بقت حصتها 15% بعد ما اشترينا حصه سوزان. وهتخليها تحافظ على النسبه دي في الشركه؟ ايه رايك؟ رايي؟ سعادتك عايز رايي انا؟ انت عبقري، عبقري لا يجود به الزمان الا قليلا. هو قدر يخش الشركه بحصه اشتراها من رويده، هند بقى هتفضل جوه الشركه بحصتها باختصاصاتها. والله يا احمد بيه وملك على يمين، انا لو لابس برنيطه كنت قلعتها لك. انت رايك ايه بقى بعد ما نبيل السخاوي جه الشركه عندنا برجليه؟ مش عارف، هو بصراحه انا بقلبها يمين بقلبها شمال، ما مش قادر اوصل لقرار. نبيع حصتنا. انت بتقول يا احمد بيه؟ حصة ايه اللي تبيعها؟ حصتنا في الشركة. أنا مش ناقص وجع دماغ. يا أحمد بيه، ده الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ نبيع حصتنا في الشركة؟ الشركة دي فيها المقاولة بتاعت وزارة الأشغال، المقاولة اللي قعدنا سنين لحد ما جبناها. ده منهوري، أنا مش عايز يكون له تواجد في الشركة بأي شكل. وتضحي بمكسب 30 مليون جنيه في 3 سنين؟ أبيع حصتي وبأعلى سعر. هيدولك اللي أنت عايزه؟ أنا متأكد، متأكد. الو، اهلا 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 نادي هانم. ميرسي يا فندم، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. لا اسمحي لي، بس دي مفاجاه، مفاجاه يعني انا محتفظ بيها. انا متاكد ان حضرتك بتتمني لي الخير دايما. فعلا امنيه اختارت فستان. تعال تعال تعال. صباح الخير يا فندم. وانت من اهل الخير يا ابني، مع السلامه. ها مين يا ماما؟ ما قالش. ما قالش يعني ايه ما قالش؟ بيقول انها هتبقى مفاجاه. ايه الكلام الفارغ ده؟ مفاجاه ايه وبتاع ايه؟ ايه مالك؟ احمد ده يبقى طليقك مش جوزك عشان تتوتري وتوتريني معاكي بالشكل ده. اهو انا بقى عصبيه وخلاص يا ماما. اتقي الله في نفسك يا بنتي. هو السؤال حرم؟ لا ما حرمش، بس اللي بتعمليه في نفسك قدامي دلوقتي هو اللي حرم. يوه شايفاني بعمل ايه يعني؟ انتي مش قادره تتلمي على اعصابك ليه؟ تكونيش كنتي فاكراه هيقعد راهب في محراب حبه ليكي ويصوم عن الحياه والجواز بعدك. يا ماما انتي بتقولي ايه؟ بنتي هيبقى لها مرات اب. وابن نبيل السخاوي انتي تبقي له ايه؟ مش مرات اب؟ ولا اللي يحل ليكي محرم لغيرك؟
رويده انت لسه بتحبيه؟ بحب مين وبتاع ايه؟ بحب مين يا ماما؟ انا كل الموضوع ان المفاجاه اخدتني مش اكتر من كده. سبحان الله في طبعك. ماما انا هروح معاكوا فرحه بكره. انت بتقولي ايه؟ مش عارف ده وقت مناسب عشان اسالك سؤال يا ماما. اسالي يا حبيبي، انت بالنسبه لك كل الاوقات مناسبه عشان تعرف اللي انت عايزه. بابا هيعرف؟ اكيد هيعرف. مش هيزعل؟ مدحتي يا حبيبي هيزعل ليه؟ انا شفتك وانت حزينه لما هو اتجوز، ودلوقتي شايفك سعيده ومبسوطه. خلاص يبقى الحزن راح والفرح رجع. انا دايما بسال نفسي واقول ليه ده كله بيحصل. وانت فاكر يا حبيبي ان دي حاجه سهله عليا ان احس انك انت قاعد حيران كده وبتسال نفسك؟ صح يا ماما. ممكن احمد يبقى عمي؟ اه يا حبيبي يبقى عمك. اخو بابا؟ اخو بابا. وليه بابا عمره ما قال لي اللي عم؟ اخ انت بتسالني سؤال مش سهل يا مدحت. مش سهل على مين يا ماما؟ بالسهل علينا يا حبيبي ولا عليك؟ ايوه يا صالح، معقوله الست هند لسه ما رجعتش من المطار لغايه دلوقتي؟ الست هند رجعت يا ست هانم. طيب يا سيدي الحمد لله على سلامتها. عايز اكلم انجي هانم. انجي هانم سافرت معاها على اسكندريه، اصل الست هند اتجوزت. انت بتقول ايه يا راجل يا مخبول انت؟ الست هند اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ معرفش مين. انا بقول لحضرتك الكلام اللي قاله لنا السواق. هند اتجوزت؟ لها كانت مسافره عشان تتجوز؟ تتجوز مين؟ طب انا اقول لنبيل ولا ما اقولوش؟ هي دي بقى الاوامر اللي عندي. لكن ليه يا استاذ منهوري؟ دي اهم فرصه جت لشركتنا او اي شركه فيها مقاوله حكوميه بالحجم وبالمكسب دوت. هي الست رويده لما اتنازلت عن حصتها راحت اتنازلت عنها لشركه بنفسها اللي اخدنا منها المناصه اياها بالعافيه. زي ما بيقولوا كده من حنك السبع. شركة السخاوي؟ معنى كده انهم عملوا المستحيل عشان يبقى ليهم نصيب في مقاولة زي ديت. ما تنساش يا استاذ دمنهوري ان شركتنا ما زالت ليها نصيب الاسد. والله بقى ده رأي احمد بيه، هو بنفسه ما عادش عايز يشارك حد. قال لي يشيلوها ويغوروا بيها. واحنا يا استاذ دمنهوري؟ احنا بعون الله ممكن نعمل بدل الشركة اتنين وتلاتة. بس ما يبقاش فيهم اسم السخاوي. على حد من طرفه. انتي شايفة اللي انا شايفاه؟ احمد ايوه يا طنط كاميليا، اديني نبيل بسرعة من فضلك. في ايه يا حبيبتي؟ احمد اتجوز هند يا طنط. بتقولي ايه؟ اتجوز مين؟ اتجوز هند مرات نبيل. قولي له يمكن يحب يجي يبارك لهم. ألف مبروك يا أستاذ أحمد. مبروك يا مدام هند. متشكرة قوي يا مدام رويدة. واحدة بواحدة مش كيف؟ والبادي أظلم يا مدام. أنا برفع إيدي وبتمنى. يظهر إن الأيام اللي جاية شايلة جواها مفاجآت كتير قوي. إن شاء الله. أمال فين نبيل بيه؟
ما جاش ليه معاكي عشان يبارك لنا؟ يا ريته كان جه معايا، على الاقل كنت الاقي حد يسندني من روعه المفاجاه. عن اذنكم، ليه باباك ما جاش الفرح؟ علشان بابا وماما اتطلقوا. يعني ايه اتطلق؟ متعرفين؟ لا انا اعرف يعني ايه اتجوز. بس لسه برضو مش عايز تقول لي يا احمد، انت ليه صممت نعمل فرح وزفه هنا في اسكندريه؟ اصل اسكندريه يا حبيبتي اتعودت تفرح لفرحي وتزعل لزعلي. اه لكن اللي انا بقى شفته ان اسكندريه كانت غيرانه جدا. غيرانه من ايه يا حبيبتي؟ من جوازي منك طبعا، وبتهيالي انت شفتها كانت واقفه مش على بعضها خالص. انت بتتكلمي عن مين؟ عن اسكندريه اللي المفروض انها بتفرح لفرحك زي ما انت بتقول. لا 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 يا حبيبتي، انت مخك راح لبعيد. انا بتكلم عن اللي شافته عينيا. اللي عينيك شافتها دي باعت اسكندريه، واسكندريه كمان باعتها. انا اسفه قوي يا احمد، انا ما كانش قصدي ابدا اقلب ذكريات انت ما تحبش تسمعها. بالعكس يا حبيبتي انا بشكرك. على ايه بقى؟ الذكريات اللي انت بتقولي انا ما احبش اسمعها دي بتخليني اتمسك بيكي اكتر واكتر، وتخليني احبك اكتر. انا هند اتحرمت من حاجات كتير قوي، بس بحمد ربنا لانه عوضني بيك يا هند. يا احمد كلامك حلو قوي قوي قوي. والاحلى من الكلام ومش عارف اعبر عنه وجودك معايا دلوقتي. نعيمه. نعم يا بي. صباح الخير يا نعيمه. صباح النور يا بي. هي الست كبيره ما نزلتش ولا ايه؟ لا لسه ما نزلتش. معقوله لغايه دلوقتي؟ طب انا هطلع اشوفها. تخيل يا حبيبي لحد دلوقتي ما اعرفش انت بتحب تصحى امتى او تحب تاكل ايه على الفطار. اعتبريني مولود من جديد على ديكي. يعني ايه بقى؟ يعني حبيبيني في اللي انت عايزاني احبه، صحيني وقت ما انت عايزه، اعملي فيا اللي انت عايزاه. طب لو قلت لك اني ما بحبش كده؟ طب بتحبي ايه؟ انك تبقى زي اول مره شفتك فيها. مجنون يعني؟ احلى مجنون شفته في حياتي كلها. بس انا ما كنتش المجنون الوحيد. عارف انا وانت كنا مجانين. الو مدام الوايده. ايوه مين بيتكلم؟ انا المهندس خلف يا مدام. خير يا باشمهندس، في حاجه؟ كملي يا هاني انت عايش. انت قلت لك محدش منهم موجود، كلهم مسافرين اسكندريه. مين اللي بيتكلم؟ انا نعيمه يا صالح. في ايه يا نعيم؟ بلغ انجي هانم ومراد بيه ان الست كاميليا تعيش. انت انا لله وانا اليه راجعون. وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب. الله سريع الحساب.
صدق الله العظيم. سعد مشكور البقاء تشكر.